جيت له تكي. ما استنينا يوم حياة الاحتلال بتزيد يوم. لما بدك تحرر بلدك وتقرر انك تثور في ثمن لازم تدفعه. شو ما كلفني الموضوع انا بدي اتجوز نادية. خذ نفس، حدد الهدف تاعك، طخ. استعرف يا استعرف يا ايش ممكن ينعمل؟ طول ما في اختلاف ولا ايش؟ إذا ناوي تشتغل معنا حياتك راح تصير جحيم للأبد. كل واحد فينا مشتغل فيه.